زي ما احنا شايفين دلوقتي القناة مكتوب قدامي ان هي فيها 15 مشترك وفيها حوالي 5 فيديوهات. انا عايز انقل المشتركين بالفيديوهات دي لقناة تانية. هاجي هنا على الايقونة بتاعة القناة وبعد كده هختار كلمة الاعدادات. انا جوه القناة دي اقدر انشأ اكتر من 50 قناة، يعني جوه حساب الجيميل الواحد اقدر انشأ اكتر من 50 قناة. هخش على انشاء قناة جديدة وبعد كده هعمل قناة تانية، هدوس على انشاء قناة. زي ما انت شايف الجيميل هو تحتيه القناة. دلوقتي هخلي لك مكان القناة دي قناتين. هكتب هنا مثلا نفترض اسم القناة التانية هيكون حساب علامة تجارية، نفترض باسم ميجو، وهدوس على انشاء. دلوقتي بعد ما عملت انشاء للقناة الجديدة هيظهر لي تحت الجيميل ده قناتين. هاجي اخش هنا على الايقونة بتاعت القناة وادوس على تبديل الحساب. زي ما انتم شايفين الجيميل موجود تحتيه قناتين، قناة فيها 15 مشترك وقناة ما فيهاش مشتركين. هخش على القناة اللي فيها 15 مشترك وادوس على الاعدادات بتاعت القناة، وهرجع برضه على نفس الايقونة اضافة قناة. هيظهر لي هنا فعلا بقى عندي قناتين. طيب السؤال بقى هنا، انا عايز اعمل ايه من الهدف ده؟ ايه الهدف من كل ده؟ انا هنقل كل المشتركين بكل الفيديوهات اللي موجوده في القناه بتاعه موني الى قناه ميجو، وده السؤال المهم. هل ينفع انقل كل المشتركين بالفيديوهات؟ مش هيحصل اي مشكله؟ مفيش مشكله خالص، هنعمل ده دلوقتي. بس عشان يتم، اول حاجه بعملها ان جوه نفس القناه اللي انت عايز تنقل كل محتوياتها لقناه تانية بتنشئ قناه اسمها حساب علامه تجاريه. هخش دلوقتي على حساب العلامة التجارية وهقول لك ايه الفرق بين العلامة التجارية والقناة اللي هي حساب جوجل. العلامة التجارية زي ما انتم شايفين بيبقى موجود جواها ميزة المدراء. طب قناة اللي هي حساب جوجل، هدوس على تبديل الحساب اللي هي قناة مثلا موني اللي فيها 15 مشترك، ما فيهاش الخانة اللي هي خاصة بالمدراء. طب يعني ايه المدراء؟ دي بقى الايقونة اللي من خلالها هتقدر تضيف مالك او مدير او مدير اتصالات. طيب عايزين شرح عملي، هنيجي نخش على قناة ميجو وهاجي مثلا هنا هقف على الايقونة بتاعت المدراء وهوريك انا اقصد ايه. هدوس مثلا كده على اضافة مدراء او ازالتهم، هضغط عليها عشان في ناس بتقول انا عايز انقل القناة بتاعتي لقناة تانية بكل المشتركين. هاجي هنا ادوس على اضافة الاذونات، وبعد كده هاجي فوق في الشمال الايقونة اللي هي خاصة بالاصدقاء دي، هضغط عليها مستخدمين جدد، اللي هو بعمل دعوة، واضيف هنا الجيميل. بس لازم تتأكد انت ضايف الجيميل صح ولا غلط عشان ما تبعتش دعوة لحد بشكل خاطئ. بعد ما بضغط هنا بيختار لي، بيجيب لي، هختار الجيميل الاولاني اللي هو اول اختيار، وبعد كده بختار الدور انت عايز يكون مالك ولا مدير ولا مدير اتصالات، هخليه مالك للقناه، وبعد كده بدوس على كلمه دعوه. بعد ما بختار الجيميل وبتاكد ان انا كاتبه صح وبدوس على كلمه دعوه، بيقول لك خلاص دلوقتي انت عملت دعوه. انا دلوقتي هو مدعو يكون مالك، عشان يكون بقى مالك لازم اخش جوه حساب الجيميل اللي انا بعت له دعوه ده وادوس على قبول. وفعلا الرسالة موجودة هنا اهو. لو ما ظهرتش قدامك بالشكل ده بتيجي في اليمين هنا بتدوس على كلمة المزيد وتختار كل البريد، هيظهر لك كل الرسائل اللي موجودة جوه البريد بتاعك. هختار هنا الجيميل الرسالة وادوس على قبول الدعوة، او حتى بيقول لك بتدعوك لامتلاك القناة، هدوس على قبول وبعد كده هدوس برضه هنا على كلمة قبول. كده خلاص انا دلوقتي حساب العلامة التجارية اللي انا انشأته قدامكم اللي هو اسمه ميجو بقى مالك للقناة زيه زي موني. يبقى احنا الاثنين دلوقتي بنملك القناة. انا عايز بقى انقل كل الحاجات اللي موجودة عند موني بالمشتركين بالفيديوهات انقلها لميجو اللي هو الجيميل الجديد اللي انا لسه ضايفه دلوقتي، عشان دي بتحصل مع الناس اللي بتبيع قناتها. اي حد عايز يبيع القناة بتاعته بيعمل الحركة دي، بيبقى جوه القناة بيضيف بيعمل قناة تانية، والقناة التانية دي بيضيف لها جيميل جديد اهو، وبعد كده بتحصل عملية النقل. بس عملية النقل دي مش هتتم الا بعد 24 ساعة. عشان يكون الشخص اللي انت ضيفته هو المالك الاساسي للقناه، هو دلوقتي مالك، عايز اعمله مالك اساسي، بعمل عمليه النقل دي، بيقول لك لازم ينتظر لمده 24 ساعه. بعد ما بنتظر ال 24 ساعه المالك بيكون هو المالك الاساسي، والشخص اللي بيكون فوق ده بينزل تحت بعد كده وبيبقى جنبيه علامه الاكس عشان لو انت عايز تعمل له ازاله بعد ما ايه تمت عمليه البيع. ده بيحصل مع ناس كتير قوي بيتصلوا بيا، ازاي مثلا دلوقتي انا عايز اشتري قناه وفي نفس الوقت اضيف لها الجيميل بتاعي واحذف الجيميل اللي كان موجود في القناه. بيتم بالطريقه دي يا جماعه، ان انا دلوقتي بخش على القناه وبعمل جواها قناه ثانيه، والقناه الثانيه دي بعمل جواها جيميل، والجيميل ده بخليه هو المالك للقناه، وبعد 24 ساعه بيصبح المالك الاساسي. هاجي انا اخش على قناه ميجو عشان هوريكم برده انا اقصد ايه من اللي انا بقوله. دلوقتي خلاص احنا عملنا القناه بتاعت ميجو، احنا بقى عايزين ننقل ال 15 مشترك دول بالفيديوهات اللي موجوده في القناه بتاعت موني انقلها للقناه بتاعت ميجو وما يحصلش اي مشكله خالص. طيب هنيجي نخش على القناة بقى بتاعت موني، هنشتغل بقى عليها دلوقتي. هخش جوه الإعدادات بتاعت القناة، وبعد كده في اليمين كلمة إعدادات متقدمة. هنقل بقى القناة بتاعت موني لقناة ميجو دلوقتي، اللي هو نقل قناتك إلى حساب العلامة التجارية.
هي دي بقى الجزئيه اللي الناس عايزه تفهمها. يعني انا للقناه الحساب العلامه التجاريه زي ما انتم شايفين القناه قدامي اهو، بيقول لك القناه انت هتنقلها فين؟ الحساب بتاع العلامه التجاريه اللي هو اللي تحت ده. فانا هنقل القناه بتاعت موني لقناه ميجو بكل المشتركين بكل الفيديوهات، مفيش اي مشكله خالص. بدوس على الايقونه اللي تحت، بعد كده بيقول لي هيبقى في حذف للقناه. القناه مش هتتحذف، هو اللي هيحصل كل الفيديوهات اللي موجوده عند موني بالمشتركين هتروح عند القناه بتاعت ميجو بس، خلاص مفيش اي مشكله خالص هتقابلك. فهدوس على حذف القناه عادي خالص، انا هعمل كل الخطوات قدامكم اهو، وبعد كده بدوس على كلمه نقل القناه. هيظهر لك المره الثانيه اللي هو مثلا ايه، بياكد انت عايز تنقل كل الحاجات اللي هنا هنا، وهيظهر لك كلام هنا بيخوفك ما تقلقش خالص، طبق اللي انا بقوله مفيش اي مشكله خالص هتواجهك. الحاجه البسيطه بس اللي هتتم اللي هو اليو ار ال المخصص اللي انت كنت عامله بعد ما وصلت ال 100 مشترك هيتغير، هو ده بس الحاجه اللي هتتغير في القناه بتاعتك. وبعد كده بدوس على نقل القناه، واخر حاجه تحت خالص هنا بدوس على موافق اهو نقل القناه. خلاص كده يعتبر كل حاجه تمت، بعد كده هقفل واخش من تاني عشان هوريك ان ال 15 مشترك بالخمس فيديوهات اللي كانوا موجودين في قناه موني راحت لقناه ميجو. هنخش هنا على تبديل الحساب بعد ما بضغط على قناه زي ما انتم شايفين اهو، بقى قناه موني بلا قناه، يعني كل اللي كان موجود فيها خلاص اتنقل لقناه ميجو، 15 مشترك بقى موجودين هنا. فانت بعد ما تخلص الخطوه دي هيظهر قدامك نفس اللي ظهر قدامنا، هتلاقي دلوقتي القناه بتاعت ميجو لما انا بخش عليها اهو وادوس على قناتك، فعلا هلاقي القناه بقى موجود فيها 15 مشترك، وكل الفيديوهات اللي كانت موجوده هناك بقت موجوده هنا. عشان الناس بتقول لي انت عملت فيديو قبل كده وما شرحتش وما طبقتش التطبيق قدامكم اهو. هنيجي دلوقتي نخش على تبديل الحساب، هلاقي قناه موني زي ما انتم شايفين هيظهر لك بقى، هيكتب لك كده بلا قناه، يعني الجيميل بتاعك هو يا عم اللي انت كنت عامل بيه قناه، خلاص الجيميل بقى معاك، ممكن تعمل بقى اي حاجه ثانيه، ممكن تعمل انشاء قناه من جديد بنفس الجيميل اللي انت كنت عامل بيه القناه، تمام؟ فده اللي هيظهر لك بعد ما تبيع القناه بتاعتك. او نفترض في ناس للاسف ممكن القناه بتاعتها تتسرق ويحصل معاها الوضع ده، اللي هو يجي يخش على الجيميل بتاعه يلاقي فجاه يقول له انشاء قناه. طيب هنيجي دلوقتي نخش على القناه بتاعت ميجو، حد هيقول لي دلوقتي خلاص احنا عايزين بقى نرجع كل اللي احنا عملناه ده من تاني، نرجع نحذف كل اللي احنا عملناه ده، عايز ارجع المشتركين بالفيديوهات بتاعتي للقناه اللي انا كنت عاملها في الاول. هتخش على الاعدادات وهتيجي هنا على الاعدادات المتقدمه، هيظهر لك بقى هنا جوه القناه اللي انت نقلت فيها كل حاجه حاجه مختلفه، اللي هو نقل قناتك من حساب جوجل، نقل قناتك لا من حساب العلامه التجاريه لحساب جوجل زي ما انتم شايفين كده. انا هنقل القناه دلوقتي اللي هي العلامه التجاريه بتاعت مجدي، هنلغي كل اللي احنا عملناه دلوقتي، هرجع كل حاجه للوضع الاساسي اللي هو ايه، هنقل القناه من حساب العلامه التجاريه لحساب جوجل نفس الخطوات. هضغط هنا على اللينك وبعد كده بيقول لي انت هتنقل القناه دلوقتي نفس الخطوات بقى، هنقل القناه من ميجو لموني، هختار برضو القناه موجوده تحت هختارها، وبعد كده ادوس على نقل القناه وادوس برضو على نقل القناه المره الثانيه. هنا بقى هيبقى في اختلاف حاجه بسيطه، اللي هيحصل هيظهر لك دلوقتي شاشه بيضاء، ففي ناس بتقول لي بعد ما ادوس على نقل القناه ظهر لي شاشه بيضاء، طب ايه اللي حصل كده؟ القناه ضاعت مني ولا حاجه ضاعت ولا اي مشكله خالص؟ مفيش مشكله خالص، انت هو بس بياخد حوالي مثلا 5 دقائق 10 دقائق بالكتير قوي، وهتلاقي كل الاجابات تمت، هتعمل ريلود وبعد كده هتقفل خالص، هتطلع من الشاشه دي خالص، هتدوس على الاكس اللي فوق، هتقعد تعمل ريلود، هتلاقي نفسك مفيش حاجه بتتحمل، كل ما عليك بس انت تعمل ايه؟ هتدوس على الاكس وتخش على القناه عادي، عشان اوريك ان فعلا كل حاجه عملناها رجعت زي ما كانت. وقناه موني اهي، وهدوس على تبديل الحساب وهدوس على القناه. دلوقتي هنخش على القناه هنلاقي فعلا ان كل اللي احنا عملناه رجع زي ما هو. هخش على القناه اهو، هلاقي ال 15 مشترك زي ما هم موجودين والفيديوهات زي ما هي موجوده. يبقى انا ممكن اعمل نقل عادي خالص، انقل كل الفيديوهات بكل المشتركين من قناه لقناه، بس ده عشان يتم جوه القناه الاساسيه بتنشئ قناه ثانيه، والقناه الثانيه دي لو عايز بقى تضيف لها جيميل جديد زي ما انت شفت بعمل دعوه والجو ده. طب نفترض بقى حد هيجي يقول لي انا عايز احذف اي قنوات كتيره جوه جيميل واحد. لما تخش على اضافه القنوات هنا والاداره بتاعتها هيظهر لك القناه هي والقناه الثانيه. عايز احذف القناه دي، انا عندي اكتر من 10 قنوات تحت كده انا عايز احذفهم، اللي هو اسمه حساب العلامه التجاريه، احذفهم ازاي؟ لما بتضغط عليها، يعني انا دلوقتي القناه بتاعت ميجو دي انا عايز احذفها مش محتاجها اللي هو الحساب ده. هيظهر لك هنا كلام كتير، بص كلمه تعديل دي هتلاقيها صغيره خالص، هتضغط على كلمه تعديل دي هيوجهك دلوقتي انت داخل على حساب العلامه التجاريه، تمام؟ هاجي بقى على الايقونه فوق خالص في الشمال فوق خالص، هضغط عليها وادوس على اداره الحساب. انا دلوقتي هعمل حذف لحساب العلامه التجاريه اللي انا انشاته جوه القناه بتاعتي، وادوس على حذف الحساب.
يبقى معنى ذلك لو انت عندك جيميل واحد تقدر تعمل اكتر من 50 قناه داخل الجيميل الواحد. عايز تحذف مش مشكله خالص، هتدوس على حذف الحساب زي ما انت شايف بالخطوات دي. بيطلب منك تعمل تسجيل دخول بالجيميل والباسورد، بتخش عليه وبعد كده بتعمل صح على المربعين دول. عشان انا دلوقتي هعمل حذف لايه؟ اللي هو الحساب العلامه التجاريه او القناه الثانيه اللي انا عملتها داخل الجيميل، وادوس على حذف الحساب بس كده. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي تقدر تنقل القناه بكل فيديوهاتها بكل المشتركين لقناه ثانيه. ولو انت عايز مثلا تحذف زي ما انت شايفه، انا هعمل حذف اهو وعملت ريلود، خلاص بقى الجيميل ده جواه قناه واحده فقط. هسيب لك دلوقتي في شاشه النهايه مجموعه من فيديوهات خاصه باستوديو يوتيوب لعام 2020، يعتبر شرح تفصيلي لليوتيوب. ولو عندك اي استفسار سيبت عليه اسفل الفيديو، ان شاء الله هرد عليك. وما تنساش تعمل الفيديو لايك، ولو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش برضه تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.